الخبرة، سيد رئيس مجلس الإقليمي لفلاني بلال، سيد رئيس لجنة جهوية لحقوق الإنسان، سيدة مديرة الوكالة الحضرية، سيد خازن الجهوي، سيد مدير المركز الجهوي للاستثمار في مدينة الخنفرة، السادة مدير الإقليميون لوزارة التربية الوطنية، السادة سيدات وسادة رؤساء المصالح الخارجية، السادة رؤساء المصالح الأكاديمية والمديريات الإقليمية، السادة ممثلو فرع الجامعة الملكية للرياضة المدرسية والفروع الإقليمية، السادة ممثلو جمعية تنمية التعاون المدرسي، السادة ممثلو النقابات التعليمية، السيدات والسادة الأساتذة مفتشين مديري المؤسسات التعليمية والأطر العاملة بحق التربية والتكوين، السيدات والسادة ممثلو الصحافة الوطنية الجهوية والمواقع الإلكترونية، السيدات والسادة أساتذة التربية البدنية بخصوص السيدات والسادة مفتشي التربية البدنية بناتي أبنائي العزيزات والأعزاء، بادئ ذي بدء أقدم لكم اعتذار والي الجهة وعامل إقليم بني بلال خنيفرة عن حضور الحفل لأسباب مهنية طارئة. يعني كان مبرمج أن السيد الوالي يحضر معنا إلا أن نظرا لظروف يعني مهنية طارئة تعدى يحضر في الاجتماع يعني في مقر العمل صباحا، وايضا تعذر يحضر معنا اليوم، الا ان يعني المواكبه ديال السيد الوالي لصيقه بانشطه الاكاديميه كت يعني تفرض علينا نقدم الشكر الجزيل للمجهودات اللي كيقوم بها في اطار المواكبه للبرنامج التربوي للاكاديميه. واشكر السيد نائب رئيس مجلس جهه بني بلال خنيفره والوفد المرافق السيد رئيس مجلس الإقليمي على مواكبته أيضا لمشاريع تربوية للأكاديمية والمديرية الإقليمية بإذن الله. أشكر الجميع على تلبيتهم الدعوة لمشاركتنا هذا الحفل الذي تنظمه الأكاديمية الجهوية احتفاء بالبطلات والأبطال الرياضيين المتمدرسين ومؤثريهم على الإنجازين الهامة والنتائج المتميزة التي حققوها في البطولة المغاربية التي أقيمت بتونس يومي 1 و2 فبراير الجاري، حيث شاركت 4 دول هي المغرب وليبيا وتونس والجزائر، واحتل المنتخب المغربي الذي شارك فيها عداءون وعداءات ينتمون إلى الأكاديمية بحيث شارك 5 مشاركات ومشاركون من الأكاديمية الجهوية، حيث حصل الفريق يعني المنتخب الوطني على المرتبة الأولى المغاربية، فضلا عن مشاركة المنتخب المغربي لكرة القدم في كأس الجيم العالمية بقطر وبلوغه المباراة النهائية ضد منتخب فرنسا. كما أشكر كافة الحاضرين الذين أبوا إلا أن يشاركونا فرحتنا بهذا الإنجاز الكبير الذي حققته تلميذات وتلاميذ المؤسسة التعليمية بجهتنا، التي سجلت حضورا مشرفا في المشاركات الرياضيه الاخيره، حيث احتفل السيد الوزير بممثلي الاكاديميه يعني ليله امس بوزاره التربيه الوطنيه، ويعني الوزير جد فخور بانجازات اكاديميه جهه بني بلال خنيفره كافه المجالات بخصوص مجال الرياضي. بناتي أبنائي عزيزات والأعزاء، أيها الحضور الكريم، لا يخفى عليكم أهمية التربية البدنية والرياضة المدرسية في تربية وتكوين شخصية المتعلمات والمتعلمين في جميع المجالات البدنية والفكرية والأخلاقية والصحية من التكريم الذي ننظمه اليوم على شرف هذه النخبة من التلميذات والتلاميذ ومؤثريهم الذين صاروا على تذهيل كل سعة لتتفتح مواهبهم، يندرج في إطار استراتيجية الأكاديمية والفرع الجهوي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية وعملهما القاعدي الهادف إلى تشجيع التميز والتفوق في جميع المجالات الدراسية والرياضية والفنية والإبداعية. وحتى لا تفوتني الفرصة أهنئ بهذه المناسبة جميع التلميذات والتلاميذ ومؤثريهم وكافة المؤسسات التعليمية التي ينتمون إليها
والمديرين الإقليميين والأطر العاملة إلى جانبي على ما حققوا من نتائج حسنة أثمرت مشاركة تلميذات وتلاميذ يدرسون بمختلف مؤسسات التعليم والأكاديمية التي هيئت أبطالا شاركوا في المنتخبات الوطنية وحققوا نتائج باهرة على جهة العالم. كما أنوه بالأخلاق العالية للتلميذات والتلاميذ المشاركين في البطولتين الدوليتين وتحديهم بالانضباط والأخلاق العالية ما مكنه من تشريف جهتهم أحسن تشريف في كأس الجيم العالمية. أخص بالذكر التلاميذ عمر صديق هادف الدوري العالمي بقطر ويوسف نمق وحمزة غازي إضافة إلى أبطالنا في العدو الريفي الذين شاركوا في البطولة المغاربية بتونس. وأخص بالذكر التلميذات والتلاميذ نهيلة ربيعي خديجة راكو ليلى الهادين وليد أيت حمو وحمزة الصحماني. كما أجدد الشكر إلى أعضاء وأطير مكاتب فروع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية بجهة ابن من الخنيفرة والفرع الجهوي للرياضة المدرسية الذين سهروا على إعداد وانتقاء هؤلاء الأبطال ومنحوهم الرعاية الكاملة ليتحولوا إلى أبطال تشد إليهم الأنظار من مختلف بقاع العالم. كما أنوه بمجهود مؤسسة أوريون تابلوس هذه المؤسسة المواطنة التي واكبت الأكاديمية في أنشطة مختلفة متعلقة بمجال التوجيه التربوي بحيث تنظم أنشطة في كافة يعني جهات في كافة أنحاء الجهة لمواكبة التلاميذ في بناء مشاريعهم الشخصية وتنظيرهم في مجال الاختيارات المهنية. هذه المواكبة مكنتنا فعلا من توفير سبل وإنجاح هذا الحفل البهج. إذن الشكر الجزيل للسي الشافعي اللي هو من أبناء يعني المنطقة على المواكبة وعلى الدعم في إطار يعني دعم التميز بهذه الجهة العزيزة. فضلا عن شكري وامتناني بفروع جمعية التعاون المدرسي على الصعيد الجهوي والتي وفرت دعما ماديا لفائدة هؤلاء الأبطال دون أن أنسى تقديم شكري لكل الداعمين على ما بذلوه من مجهودات لضمان مشاركة فعالة وهادفة لأبطال الجهة في جميع المنافسات الرياضية المدرسية. ولا أنسى بالشكر مواكبة الصحافة يعني المكتوبة والإلكترونية. الشكر الجزيل بهذه المناسبة على دعم البرنامج التربوي للأكاديمية جهة من الخنيفرة. وختاما أتمنى للجميع المزيد من التفوق والتميز والسلام عليكم ورحمة الله.